سويوي. الحين اهرب لك سبيت، ترجع لي سبيت يا سبك مهبول انت. كردس يا سبك. ما هو يجيب لي رايق يا سبك. النشبة ذا يبيك. النشبة عند ذا البثل. النشبة ذا يبيك. هلا تركي. عبد في الاستراحة. لا لا ما عندنا شيء. قاعد العب مع ويوي. اتحداك. مخيم بطل. اركض بديتك خلاص ارسل الموقع الوات. يا علي حس فيني جر لحنه يجيني. أقول أبو مسفر هلا عطنا نكتة. واحد وقف قلبه ونزل يدفه. ضحكت يا أبو مسفر. أقول يا رسمي عطى 10,000 يستاهل إن شاء الله. الخير يا شيخ. مسيكم الخير. اقدم لك عيال الحاره جاي يسلمون عليك اصدقائي احلى اصدقاء في العالم. يا اهلا وسهلا فيكم يعطيكم العافيه. تفضل ارقصوا. يا شيخ عندي نكته ب 800. ورا ما تروح ترقص معهم. سلم يلا يا عيال. احنا فشلنا. اتحداك يا مخيم البطل. حبيبي هذا مخيم الشيخ ابو بندر، وش فيك انت؟ اركض بديتك. وذول الاثنين منهم؟ لا هذول الاخويا اللي طلعوا النصر. يا احبكم المشاكل ايش فيكم انتم؟ هذا الشيخ ابو بندر يا عيال كاش فلوس يلعب بالفلوس بالانتيات. وذاك ذاك اللي لابس سبحه منهم. يا لا هذا 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 توني، خليني اعرفكم عليه. توني توني. جا 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 يا جا. هلا هلا توني. اهلا خيي تركي. حبيبي توني اعرفك على اخوي. اهلا وسهلا. صديقي عامر احلى صديق في العالم. هلا والله بالتونه. هلا بعظم ولا بدون عظم؟ تركي دائما يستخرج دم الولد. شكش يا خي ياسر. اهلا وسهلا خي ياسر. كفته. هذا كفته هو كذا دايم توصيل مطعم دايم. توني هو المسؤول الكبير على المخيم. اركض بدايتك يا المسؤول من قدك. توني الله يخليك. ممكن تاخذ فينا فره في المخيم؟ تعرف معاهم يعني تعرف يعني. تفضلوا اهلا وسهلا. يلا شباب يلا يلا يلا. اسمعوا يا عيال، الاجواء اليومين هذه زينه وتصلح للمكشات، فقررنا انا والعيال اننا نسوي لنا مخيم والقطه من 5000 ريال. اوكي اوكي. هب البراد وزانت النفسيه والجو روعه والمشاعر حيه. وهب البراد هلا هلا. 5000 ها؟ وانا ما لقيت اسدد بيت، ايجار بيت ما سددته. وانت فاغر يضحكون عليك. مخيمه مخيم خيمه مخيمه. انت فين عقلك انت؟ يضحكون عليك ولا كيف؟ يلا برا اطلع دحين. انا ارمك هذا اطلع. ايش 5000 ريال عشان المخيم؟ مالك ومال البر والاشياء هذه؟ لا باقي كمان تقول لي اعطيني فلوس عشان اشارك في مزاين الابل. هذا اللي باقي. هلا والله بالغالي. يبا تخبر اليومين هذه الاجواء زينه وهب البراد وزانت النفسية والجو روعة. الزبدة مالك بالطويلة. أبي 5000 ريال بنطلع أنا وأخوياي ونسوي مخيم. هالحين مخيم عمالك لا قاعد فيه كل أسبوع ما عرفت ببيته وتبيني أعطيك 5000 لمخيم كنت بدي أشيرك؟ أم عصي لو تبيها؟ لا لا بني ما أعطيك شيء. أذب أذب. شو فيكم يا عيال متصدحين وطفشانين؟ شو اقول لك انكرشت زي ما انكرش العيال كلهم. وش اللي انكرشت يا ابوي؟ هذه قطتي جاهزه. هلا والله بالدراهم. زبده.
ربيش العود والشباب معك؟ يلا انتظرونا عند المحطة ربع ساعة واجي. هلا والله، هلا تروك، كيف حالك؟ أتحداك أبيك تجي أنت وتونة، تونة هذاك اللي معك اللبناني، إيه عازمينكم في المخيم سهرة محفوفة، ها لا يجي أحد معكم. يلا مع السلامة. يا جدة هاي سناب، إحنا في البر يا أبوي، شوف كيف التراب ناعم وسلس وأي خدمة. شكوش يلا مشينا مشينا. كفتة ياهو. اسمع، بنروح نجيب تركي وتونة ها، وبنرجع لك. خليك عند الخيمة، تابع يا واد، ربع ساعة بنجيك. لا تخاف روحوا. يلا مع السلامة. مع السلامة. لا تلوح للمسافة، المسافر راح، المسافر راح. لا تلوح. الخيمة يا ورع، سرقونا حرمية سلفيت. مالت عليك ياهو. آسفين يا زقرت، آسفين. هلا والله بالعيال. هلا والله، جيت وجابك الله. تعال تكفى كملنا رابع بلوت. تستهبل انت وجهك، تستهبل وش اللي بلوت؟ الأجواء الزينة بتنتي وانتم تاكين في الاستراحة. مشينا مشينا، يلا نروح نكشت. انت لسه باقي بتروح البر بعد اللي صار امس؟ ايوه باقي، ماسكة على الكشتة. يلا مشينا للبر. يلا يا عيال، يلا قم انتوا ياه. ياهو وديني يا محلى دقة الشماه، من فوق ذيك شفتني يا طائرة يا هليكوبتر دور المظالم. وديني يا محلى دقة الشماه، عاشر عيال فوق ذيك شفتني. استنزل كفتة عيال. ايه ولا ولا ايه يا عيال، الآن يحضر لكم أحلى شاهي جمر. والله إنها جت في وقتها، بس اسمع، أبي الشاهي بدون سكر، أعرف الدايت والحركات هذه. أفعلي الصغير هذا المنهو، الصغير هذا لك يا حبيبي. أبغى شاهي تقيل كيف الرأس. شوف مايل تنكس أركض بديت كنت فيه. وديني ويا ما على دقة الشماء، من فوق ذيك شفتني يا طائرة يا هليكوبتر دار المظالم. وديني قم يا حمد شغل الصالون. يلا حولوا حولوا حولوا، وانزلوا وانزلوا، ويلا يلا هالدعوة فري، خذوا راحتكم. ها شلون ناخذ راحتنا والشباب جالسين هنا؟ وين؟ هب البراد وزانت النفسية، والجو روعة والمشاعر حية، أحلى شاهي جمر لعيونك يا السور. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جيت بوقتك يا عم، هذا أحلى شاهي جمر محكور لعيونك. قمر اللي قطع مصرانك أنت وياه، وأنت وهذا وعلبه والثاني والثالث. أفا سلامات يا الحبيب، خير وش فيك تزاعد؟ أنت اللي وش تبي، ليش جالسين عند العوائل؟ لا يا شيخ، وش اللي عوائل مع عوائل؟ حنا جالسين في بيتكم في المقلط؟ لا شين وقوي عين بعد. يا أبوي حنا في البر في الخلا، وبعدين حنا جايين قبلكم، وما في إلا أنت وعائلتك. تقلع. أتقلع أنا أتقلع ها؟ أتقلع يا البزر. هب البراد وزانت النفسية. مشينا يا عيال. هلا الأم الفكك يا شيخ، شل انت شل الأغراض كلها. شحني وينه؟ السيارة. لا تستهبل. هلا بالامير. هلا والله بالعيال. هلا كيف زقرت؟ هلا سهلة. كيفكم بعد الاجواء الكئيبه؟ يا لا تذكرنا شغلونا ذا العوائل يا شيخ. بس الجو اليوم عيال يطلب حرش. ايش تقصد؟ اقصد اننا بنكشت. لا حول يا ابويا، كل ما جينا نكشت كل ما جينا نكشت تصير مشكله.
يا ابوي وش اللي نكشت؟ حسيت انك تبي ترجع. اسمع كشته كذا، لا تقعد تهايط، انا كاشت كاشت الله لا يعقب شر. بس لازم يكون معانا عائله يا ابوي، اكلم اهلي اجل. اهلي يا حبيبي جدتي وبحر. ايش ايه لا تودينا عند الكوره اهدى. اجل ايش تبغى؟ انا كاشت كاشت، تفهم ولا ما تفهم؟ بعدين حنا الشباب نبي ناخذ راحتنا، نطلع لحالنا، ما نبي عوائل ولا شيء. ما بكشت انا. انا بكشت. ماني كاشت. تكشت ما تبكاشت بكيفك، انا بكشت. ايه خلاص اشغلتونا. انت في نفسك الكشتة صح ولا لا؟ اي والله بنفسي. على ذا الخشم، جهزوا اموركم ساعه بالكثير البعد دوار عويضه. وش تبي تسوي؟ مال امك شغل، بيتاخر بامشي امه في الدايري هروله، لا تتاخرون علي. يلا نشوف ايش عندك. اوكي معاك يا شمس معي. يا ما حلا دقة الشامة حيو حيو يا ابويا الواد تشر راح ينكبنا. لا تخاف ها اجمد يا شكش لا تخاف. يا لبلا يا حلو اعطينا وجه. انت بتمشون من هنا ولا لا؟ هذول يا هلي. لا يا شيخ بديت تلعب علينا بعد، وشوف اللي ورا ليك اخوك بعد. انا خالهم. يا حياتي النظره جمعنا لنجمعكم. اقول بتمشون من هنا ولا بنغل هيئه عليكم؟ وين نوف يا برنج يا بوي؟ يعني لازم تحرجونا يعني توسع خنقانك. افطر يا رجال. دز يا شيخ خنقانك. يا عيال انكتمت بفتش خلاص. اقول اركض بديتك ها لا تخرب الطلعه. طقني الارض يا عيال. حس في الحريم حس يا ورع. الاول حكم اول يا ابوي. كفو بس. اقول اسكت انت ما ضيعني الا انت. العاب والله حظ ماشي. العاب تعال 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 من رايح. اقعد ما عندنا حريم يطلع من مخهم كذا. شوف يا عبسي ترى بالشنطه شوف ترى بخدبها واشيل العبات. اركض بديتك لا تفضحنا خلاص قص الصوت. مسلوقه بروح. خلاص راح 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 سحب وجهي. خلاص سحب وجهك انت مزين هالوجه ذا الكربه. امسك خذ الشنطه. قرفتونا والله شتونا في الرحله. الكشتة ذي مزنوقين طاقينها بلوت وانا طاقني الحر. للصبر يا اخي خلاص رجال بكم ورانا ورانا انتم يا سلحة كل مقاعدنا. امسكه حده امسكه ورانا. وسعكم الدوين ترقم بنات الناس وقدامي ما حد يقني لي ادب. والله ما خليك والله ما خليك. كفتة 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 ياهو ياهو يا أخي خلينا نأخذ لنا تحصيلة يا أخي. كم بقى الإجازة؟ شهر شهر. أوف أما شهر والأجواء مملة وكئيبة هنا. مرة ما يجي مرة ما يجي. الله أكبر ناوي تروح لباريس؟ أيوة بروح باريس السعودية جدة عروس البحر الأحمر. يا وادي نكب باين فلة جيت سكي تطلع الحارة بلياردو فرفيرة بليلة. يا ليل الليل سيرين عصير جي والله ما تطفش هناك. باريس السعودية جزال ما هي جدة. أقول لك هناك عندنا كل شيء. البحر فيه أم سمك كل شيء. وعندنا أم جنبية تنقطق 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 شنو رقص شنو العار شنو بسيط. مش عندك وين أنت في جدة ترنك 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 ترنك. ولد اقلع. لا 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 اهدى اهدى يا ابوي الشيطان شاطر. اهدى من اللي حاش في الرياض؟ هذا هذا. لا لا شكوش شكوش هو. انا اقول والله يا ابوي هو انا اقول شكوش شكوش والله والله انا شكوش. امزح معكم يا عيال. ما هو هذا شاورما. تستهبل انت سلاح ما تشوفه يعني. يا ابوي بالله شيل تجيب لنا الجريه ورانا اجازه وفله. اهدى يا ابوي انت فاهم غلط. أنا بروح المكان على كيف كيفكم. إيش نسوي؟ خابر لكم مكان البطل مليان أرانب. نبي نروح هناك ونصيد بالسلاح. هيا ياو
يلا 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 دز دز يا يلا قدام يلا يلا عبس يلا روح اتحداك راح 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 يسار 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 بس 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 هنا هنا وقف 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 صدق صدق عار ها صدق عار هذا المكان ممنوع الصيد فيه ما درينا يا ابن الحلال ما درينا والله ما درينا والله ما درينا يا أخي ما عاد نجي هنا والله ما عاد نجي والله ما عاد نجي خلاص ابشر 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 بنركب الوالد أرسلني الله يطول بعمره عشان أعلم أخوي صيد الحبارة وأبيك تعلمني المحل الزين في ذا المحمية يا طويل العمر شمال المحمية كلها حباري زين وبتنبسط فيها إن شاء الله وإذا حد ضايقك كلمني زين أنا بتصل عليك إذا خلصنا مقناص حبارة عشان تعلمني المحل الزين اللي فيها رانب أبشر طال عمرك سلمني على الوالد يبلغ يبلغ أكرمك الله أمان الله السلام عليك عليكم السلام شو عندهم ذولا؟ لقيناهم يصيدون في المحمية ما تدري انت وياه ان الصيد ممنوع داخل المحميه؟ ما كنا ندري، وبعدين وين تبغانا نصيد يا طول العمر؟ لو في راسك صيد انت وياه راح للسودان اقنص على راحتك، هنا ممنوع. صادر اسلحتهم كمل باقي الاجراءات فيهم. يلا تحركوا يلا، يلا! يلا تحركوا يلا. يا ليت سوق الذهب. اقول اقول تعالنا، وين رايح؟ بروح غرفتي. لا جايين حريم اطلع برا. طيب وش دخلني انا؟ شو دخلك الله يلا اطلع برا ما روح قولي لهم كذا تغطوا خلاص لا تغطوا ولا شيء اقول اطلع برا لا تمديني ادس اقول لا تمديني ادس يلا يلا اطبر ترى بصفر النشبه دايبه النشبه دايبه النشبه دايبه هلا عزوز اما عاد تلعبون كوره خلاص ابشر هلا والله بالعيال هلا والله وين العيال؟ العيال زعلوا وراحوا شف اوف طيب انتم ما انتم مستاجرين ها؟ احنا مستاجرين وهذا المسؤول عن الحجز تفاهم معه سلامات يا الحبيب وش فيهم ذولي؟ جيت ولقيتهم بالملعب قلت لهم في ناس حاجزينه قالت لي انقلع وعطتني 100 ريال خلهم علي كفو يا عامر ما شاء الله ما شاء الله الحين ما تستحين على وجه انت وياها جالسين هنا وحنا مستأجرين الملعب اقول انت ما تستحي على وجهك تغازل بنات الناس تنقلع والله اتصل لك على الشرطه لا يا شيخه خوفتيني انقلع خبر عاجل وردنا الان في المنطقة الوسطى وبسبب الضغوط المجتمعية لوحظ بداية داء خطير هو انقراض العزاب ولمحاولة معالجة الموضوع للمحافظة عليهم من الانقراض يرجى تسليم كل من لديه شاب لأقرب مركز حجز طلعوني طلعوني يا ناس في أحد سامعني عطوني شاحن ايش رايكم في المزبن يا عيال؟ والله عداك العيب عاد تصدق حتى السكن اتوقع ما يجيبونه اتحداك يجيبونه لقيتكم وش اللي جايبكم بهذا؟ ها؟ عند العوائل ما تستحون على وجيهكم ها؟ اركب بديتك عنا شباب Woo!
نحن أخوانكم في تنظيم الدولة، نقسم بالله غير حانثين أننا سنواصل جهادنا وانغماسنا في العدو حتى نرهب دول الطواغيت التي تحكم بغير ما أنزل الله، والتي مكنت الكفار والمشركين والرافضة والعلمانيين وأشياعهم من بلاد الحرمين. إنما يقوم به الروافض النصيرية من ذبح وتنكيل بإخواننا المسلمين لا بد أن يدفع شيعهم وأتباعهم ثمنه باهظا. ولقد استأسد الروافض وطغوا وبغوا. اقرأوا إخواني في الله كتاب واقع الرافضة في بلاد التوحيد لتروا خطرهم الذي حذر منه أهل العلم. وإنا والله لسائرون على العهد ماضون حتى ندحر أهل الباطل، ولنقعدن لهم كل مرصد، وحتى نرى دولة الخلافة تملأ الأرض عدلا. ووالله ووالله لكأني أراها الآن رأي العين. فحيا على جنات عدن، فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم. الله أكبر ونفع بك الأمة يا أبا عبيدة. الله أكبر والعزة لله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. طيب يا شيخ، متى موعد العملية؟ أنا متحمس للاستشهاد في سبيل الله. ما شاء الله، قريبا بإذن الله ستلقى الله بقلب سليم ويكتبك من الشهداء. الآن تذهب مع أحمد وسأوفيك بالتفاصيل في أقل من 12 ساعة، أكون مستعد. بإذن الله. الله أكبر والعزة لله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. هيا 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 يا رجال. الله أكبر الله أكبر. هيا 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 هيا. الله أكبر. هيا يا رجال. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ألو، كيف الأخوة المجاهدين؟ طمني. الحمد لله الحمد لله، الله يكتب لنا الشهادة والنصر. آمين يا شيخ أبو حمزة. الله يسلمك الله يسلمك، كل شيء تمام. راح جهز لك الأخ أبو عبيدة والأخ أحمد، وراح جهز لك كم حزام ناسف تنسون فيهم الكفار والفاسقين. الله أكبر والعزة لله. لا لا، هذا الأخ أحمد مستعجل على الشهادة، الله يكتب له إياها يا رب. بإذن الله. سلم على الأخوة المجاهدين، مع السلامة. ما قالوا لك متى تنفيذ العملية؟ وش الهدف هالمرة؟ شو هالسؤال الغريب يا أبو عبيدة؟ أنت بتعرف أنه بيجينا الخبر قبل ساعة أو ساعتين من تنفيذ العملية. المهم أنت تكون جاهز للعملية. بعدين حاسة كأنك خايف. لست بخايف يا أبا حمزة، والله إني أتعدل الشهادة لا أكثر. كفتة، ما تلاحظ حاجة؟ خلينا نركز في المباراة يا فقي. إلي متى علمك هذا فيلم؟ فيلم حول القوة إلا بالله. المهم عامر وتركي، ما انت لاحظ انهم اختفوا كذا فجأة فص ملح وذاب؟ اقول لك عامر متعودين علوه يطنشنا، بس تركي فجأة اختفى ما عاد نشوفه. تدري لازم ادق على ابوه واشوف ايش الحكاية. الو، السلام عليكم، كيف حالك عمو تركي؟ عليكم السلام ورحمة الله. يلا حيشكش، ما شفت ولدي تركي؟ اما
انا داق اسال عنه واطمن عليه. لا والله ما ادري عنه، ان كانك تدري عنه علمني. ابشر ابشر يا عم، الان بكلم كل على الحاره وننتشر في كل مكان، اول ما نحصل خبر على طول بنقول لك. يا رب يا رب، الله يعطيك العافيه. شكرا. الله يعافيك يا ولد، موضوع مره غريب. خلينا نركز في المباراه. فيلم يا فقي، فيلم. وش ذي على غزوة فشام تهدم صروح النصيرية، تهدم صروح النصيرية. وش ذي على غزوة فشام تهدم صروح النصيرية، تهدم صروح النصيرية. وننضم لدولة الإسلام ونترك ديار السعودية، ونترك ديار السعودية، ونترك ديار السعودية، ونترك ديار السعودية. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، العزة لله، الله أكبر العزة لله. إخوتي المجاهدين الأبطال، إني والله لأجدن اللحظة التي سوف تحسدون عليها، وإني والله ثم تالله لأبشركم بجنة، وإني أبشركم أيضا بأن الحور العين سيكونن باستقبالكم على أبواب جناتها. الله أكبر والعزة لله، الله أكبر والعزة لله. أيها المجاهدون الأبطال، سوف أترككم لتأخذوا قسطا من الراحة، كما أبشركم بهدايا من سبايا النساء التي غنمناها اليوم من غزونا للصليبيين الكفرة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. هيا بنا. شيخ بلال تعال أريدك. نعم يا أبا الدرداء، بماذا تأمرني؟ شو هاي يا ابو الدرداء؟ ما ابو الدرداء حمار، العادة سدات التمثيلية انت اشبه. والله مو هيك، ما حل بس قدامهم يعني. بلا قدامهم بلا وراهم. اسمع، وين السعوديين؟ وين السعوديين؟ بدي سعوديين جايب لي 3-4 اليوم. هدول اكتر شي بزبطوا معنا. روح جيب سعوديين خلصني، خلصوا من الدنيا. والله عم حاول، والله عم حاول. عفوا يا شيخ ابو الدرداء، ايش بدك؟ قصدي ماذا تريد ايها المجاهد الصنديد؟ لقد اخبرتموني في السعوديه اني ساقوم بعمليه استشهاديه ضد النصيريه وازلامهم. نعم نعم يا اخ تركي، ولكن الظروف قد تغيرت والخطط قد تغيرت ايضا. اي تغيير يا شيخ؟ اسمع، سوف نرسلك الى السعوديه لتقوم بعمليه استشهاديه ضد مراكز الشرطه والداخلية. مبروك. ماذا؟ أعود إلى السعودية وأسوي عملية استشهادية وين بعد؟ في الشرطة؟ بس هذول يا شيخي يصلون ويخافون الله، وفيهم أقربائي وفيهم أصدقائي وقاعدين يحمونا ويحمون البلد ويحمون الحرمين. يا شيخ كيف 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 أقتلهم؟ أيها المجاهد نفذ ولا تجادل. دعه يا بلال دعه، إنه جديد وحديث عهد بالجهاد. يا أخ تركي، هناك من يدعم الكفار والمرتدين ويستحق القتل كما يستحق الكافر بالضبط، فهمت؟ بس يا شيخ أنا قطعت المسافة هذه كلها وغامرت علشان أحارب حرب حقيقية واضحة وأقتل الكفار حقيقيين وأشارك في معارك واضحة ولا تشوبها شائبة يا شيخ. خلاص أبشر، لك ما طلبت. أخ بلال، خذه وضعه في الصفوف الأمامية من المجاهدين. تفضل أيها المجاهد. هيا أيها المجاهد. أخي وسعنا للشهادة. الله أكبر الله هيا. أكبر الله أكبر. سلاحك وهي الحزم، الله يهنيك بالشهادة. الله يكتب لك الأجر يا أبا حمزة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله معكم، برعاية الله. ميسرة ميسرة يا شباب ميسرة، الله يحميكم. أحلى معلم، الله يمسيك بالخير. كله تمام تمام يا كبير، الشباب تيسروا هلأ ومشيوا.
وبكره تسمع احلى خبر. المهم مصريات يكونوا جاهزين. دولار. يا ام خالد، يا ام خالد. هلا يا ابو خالد، انا هنا. يا بنت الحلال، ادور على مسدسي ما لقيته، وانا كل مره حطه بنفس المكان. شوفي اللي يصير، انت مغيره مكانه ولا حطته في درجن ثاني او دولاب ثاني. يا ابو خالد، انا ما دخلت الغرفه الا لما صحيتك، ما فتحت لا دولاب ولا درج. يعني وين بيكون راح؟ هذا سلاح، سلاح يا بنت الناس، مو بلعبه. يا ابو خالد تذكر، يمكنك حطه من هنا ولا من هنا. خالد، نزل السلاح من يدك، هذا مو لعب عيال. خالد، خالد وانا ابوك، هذا مو بلاي ستيشن ولا لعب بزران. نزل الفرد. اشوف الفرد اقول له. اسمع كلام ابوك وعطى السلاح اللي بيدك، نزله من يدك. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. ان شاء الله. الله بحيي المجاهدين عمي. الله يحييك. شرفتوا. الشيء اللي عم تسووه انتم بسوى الدنيا وما فيها، الا وهو الاستشهاد في سبيل الله. لا اله الا الله. لا تستحوا. هي سبيل من السبايا اللي اخذناهم غزو من غزواتنا، وهي بس متعاونه معنا. الله أكبر، الله أكبر. سوف نكون من الشهداء ونلتقي بالجنة بإذن الله تعالى. بإذن الله تعالى. الله أكبر، الله أكبر. توكل على الله.
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. ما تخاف الله في بيت الله اللي ما تخاف الله في بيت الله اللي ما تخاف الله. أنا طلعت على محاضرة التحقيق معك وعلى كل آرائك. أنت كل كلامك وحججك يا أحمد مبنية على نقولات من بشر مثلي ومثلك مجتهدين، لا تستند لا على آية من القرآن ولا على دليل من السنة، وحتى لو استندت عليها تستند على تفسيرات أولئك الناس. أنت وين رأيك يا أحمد؟ لا رأي لنا فيما يقوله علماؤنا، فهؤلاء هم أهل الخير والصواب، وأراهم مسددة والطعن فيها حرام ولا يجوز. أحمد اسمعني ولأخوك، أولا لا تحلل ولا تحرم، فالله سبحانه وتعالى يقول: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. من هنا يبدأ الخطأ يا أحمد، نقولات من بشر. ثانيا الجهاد مفهوم ثابت وتطبيق منتقل، بمعنى أن الظرف يؤثر في القراءة والتطبيق. أي جهاد يا أحمد في الرياض؟ وأي جهاد يا أحمد في المملكة؟ أي جهاد يا أحمد في البلد الإسلامي العريق تاريخا ومجتمعا؟ يا أحمد هل تؤمن أن الإسلام عالمي لكل البشر؟ هل تؤمن أن الله تعالى يعلم باختلافهم وتنوعهم وتعدد أعراقهم وثقافاتهم؟ يا أحمد الصواب هو في الحق، والحق في العدل، والعدل في الإسلام. تخيل كيف قضيت على نفسك ومستقبلك، تخيل الدماء التي تسببت في إزهاقها، كيف ستقف بين يدي الله وماذا ستقول له؟ يا أحمد لو أن مصدرك كتاب الله وعقلك وإيمانك لما وصلت إلى ما وصلت إليه، لكنك اتبعت أفراد وآراء فدخلت في أزمة مع واقعك فانتصر عليك هذا الواقع. أركب بديتك حنا شباب أنا قررت أنسحب من البرنامج. لا 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 يا عامر لا، يرحم أمك. بلا يرحم أمك بلا بطيخ.
خلاص يا أخي مليت طقت نفسي. وش ذا يا أخي؟ ما غير تحجير، ما في جوال، ما في سيارة، ما في دوران، خلاص بنسحب أنا. لا يا محمد، ترى في بداية المشوار، ترى أنا بداية المشوار كل عشان فلوس. طز في الفلوس، أهم شيء راحتي. مو بان اللي يذلوني عشان فلوس. خلي الفلوس على جنب، انت تبغاها شهرة شهرة يمينا بلا. كل من مرت عند احد قاعد يصوروا لك وفلة وبنات وفلوس. البنات بنات ينهبلون عليك. وين البنات يا ابوي؟ ما شفنا شيء. ياسر 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 ياسر. إذن الآن وصلنا إلى فقرة المطبخ، والمتسابق ياسر هو اللي راح يقدم لنا الطبخة، والمتصلة نوال هي اللي راح تقوم بتوجيهه. أخت نوال، ألين وين وصلنا؟ طبعاً عقب ما حطينا البشاميل وكذا نضيف شوية نعناع، عشان النعناع طبعاً زي ما تعرفون كلكم إنه يضيف نكهة وريحة حلوة للمكرونة والبشاميل. شعلين لي إياها فو فو فو. روح رسائل، هات الرسائل، سمعني الرسائل. أيوة فلوس جرينجش جرينجش. روح يلا يا زلايب صوتوا. والحين ياسر خذ المكرونة ودخلها بالفرن، حطها يعني من 30 دقيقة لين 45 دقيقة عشان ما تنحرق. سمل عليك سمل عليك. لا يا شيخة بسم الله عليك. ها خير إن شاء الله خير. شغل خنبقة ما يمشي عندنا، طربك أمه عليكم هنا في البرنامج. شفت يا تركي؟ مستحيل اللي قاعد يصير. هذه نهاية اتصالات العنصر النسائي. يا شيخ وسع صدرك، يا أبو أنس وسع صدرك وراك أنت عادي، يعني طول بالك شوية بحال. كله تحت السيطرة الإدارية، صح ولا لا أنت؟ صح؟ مزبوط مزبوط شيخنا. بعدين روّي لي حالك شيخنا، تشرب شاي؟ شاي قبل ما تستوي المكرونة ونشوف التغريدات في الهاشتاج. لأخونا ياسر، الأخت غادة تقول يازين وش يازين المكرونة يازين المكرونة، وهنا الأخت سعاد تقول لبا لبا لباس 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 عليك. طيب نكتفي بهذا القدر من التغريدات، وخلينا نشوف الأخ ياسر وش حاب تقول لجمهورك قبل أن تنتهي الفقرة. حبيت أقول لهم صوتوا لي، زي ما أنتوا شايفين قبل شوي تعبت في الطبخة ولسعت يدي شوي وتعورت. بسم الله عليك. ممتاز أخ ياسر. أعزائي المشاهدين، نطلع فاصل ونرجع معاكم مع فريق ثاني. شفتي المصفوقة؟ شفتي؟ رحنا وغامرنا وجينا وسوينا كل شيء، في الأخير ياسر لا أعطانا وجه ولا انتبه لنا أصلاً. لا تظلمين الرجال، يمكن يا شيخة ما سمعنا. تعبت؟ وش اللي تعب تعب ياسر على قلبي زي العسل؟ عسل؟ إيه. بعدين تفكري فيها شوي، إيش فيها يعني لو غامرنا عشانه؟ يستاهل ترى. هو يستاهل بس تعبنا على الفاضي يا أختي. لا عادي. إذن الآن وصل معنا الفريق الثاني، عزوز ونواف، حياكم الله. مرحبا بكم يا سيدي. وأنا من الآن أقول وأحب أصريح، نواف ما يطبخ ولا يتعب نفسه ولا يسوي أي شيء، أنا اللي أطبخ وأغسل القدور والمواعين كمان. بعد قلب يا عزوز. الله يكرمك يا سيدي. اليوم مع هالجو الزين راح يكون عندنا فقرة أجمل صوت، وراح يكون تحدي بين سلطان وياسر. وطبعا الجمهور راح يكون الحكم. سم بالله وابدأ يا سلطان، تفضل. بسم الله. صلوا على خير الأنام، المصطفى بدر التمام، صلوا عليه وسلموا. شايف ياسر؟ أول راح أقدم في البرنامج وراح أسوي نوات في أصوات حتاكم زي اللهب كذا. ما حلوك، دامت دعوة فيها التصويت. شايفوش شايفوش ويوي. يا عين قاري أعينا، هذا جمال محمد أنواره لاحت لنا. الله صوت روحاني، صوتك عزب والله. ما شاء الله تبارك الله. الله الحبيب.
والحين دورك يا ياسر. حي عيال. شجعني. أتحداك يلا. هذه هدأ لك. من بعد الوقت وهذا طبع الأيامي. الله. من بعد الوقت وهذا طبع الأيامي. عذبت الأيام ما تمضي لياليها. تمضي لياليها. كبير كبير. سلكولة عشان المدير. ما شاء الله. وش ذا اللحن الجميل؟ هذا كلمات والحان مين؟ محمد عبده. هذا فلكلور شعبي قديم جدا معروف. يا ابوي فلكلور مين تنصب على الشيخ؟ ايه لا تنصب عليه. وخر ابوي. يا شيخ هذه اغنية محمد عبده ما تعرفها؟ اما ما تعرفها. من بادي الوقت وهذا طبع الايامي. ما تعرفها يا شيخ؟ ما اعرفها ولا ابي اعرفها. لا حول ولا قوة الا بالله. اغاني وتسويق وفي الانترنت في قناه محافظه. لا ما فيني كله بمكان واحد. عم اقول لك ما فينا نطلع من هون. انا اصلا ساكت على مخالفات كثيره. اوف 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 والله حرقهم رايح جاي. منكم اللي شعره قزع واللي شعره طويل واللي بناطيله ضيقه واللي ثيابه طويله. يا شباب ما يصير انكم تشوهون صورة الاعلام المحافظ. ايه اجلدهم بارد على قلبي. الله يبارد على قلبك. قش ام الجبهة والقذلة. الان تكلم لي بقى. انا استخليه يجيني على المكتب الان. ولا يهمك انت روح على المكتب وانا ببعت وراه. روح الان خلاص. ولا يهمك روح اطلع. انا لله وانا اليه راجعون. وش عند هذا الشيخ مسوي جديد عليهم؟ والله ما ادري يا اختي. داخل عرض عليها ما ادري وش يبي. أبشر إن شاء الله. مع السلامة. على فكرة ترى أبو مشعل يحتريك في مكتب. على أساس متأثر يعني. يا أخي اشتقت لأمي. أحس بغربة بوسط هالمكان. اشتقت لسواليفها. اشتقت حتى أني أفطر معاها. يا ابن الحلال كل أيام وليالي بتفطر معاها إن شاء الله. يا أخي وخر شوي على الكاميرا. خير. شفيك يا أخي اشتقت لأمي. أمك أولاً يا شباب يعطيكم العافية ومشكورين. تألقتوا صراحة في البرنامج وليضتوا وجيهنا قدام المشاهدين. المشاهدين صراحة كلهم يثنون عليكم صراحة. الله يعافيك. شكراً يا أستاذ تركي. الله يسلمك شكراً أستاذ تركي. الله يسلمك الحقيقة أنا عندي لكم خبرين. خبر شين وخبر زين. تبون نبدأ بالزين ولا الشين؟ لا عطنا بالشين بعدين الزين. نبدأ بالشين. الحقيقة الشيخ أبو أنس يعتذر منكم يقول لكم ما عليش ويعطيكم العافية واستوى ما واجهته. يعتذر عن البرنامج كامل. صار وظلف خاص طالع ويعتذر منكم. نصابين والله أنكم كارشين عشان تأخذوا راحتكم. والخبر الزين الشيخ أبو عبد الرحمن بكبره يبي يجي هنا. لا يا شيخ. الله بالاستقبال الزين. مو بيجي على ابي شغل زين. تقول الشيخ يستاهل. شيخ كبير ومرموخ. هذا الشيخ اللي يحب ابوي. هذه المرحله دي ما ابي اي استقبال. زين يا كابتن. يا الله انت حي. والله يا الشيخ سبحان الله. من يوم يتكلم ما ودك يسكت. والله ونعم ذا الشيخ. انا احبه ذا الشيخ. شوف يا جوزيف لا تاخذ وتعطي واسئله ومدري ايش وتوترنا معك. انا حليتها. جبنا الشيخ ابو عبد الرحمن وهو يحل الموضوع كله. السلام عليكم.
وعليكم السلام. يا هلا يا هلا يا هلا والله بالشيخ. الله يبقيك عافيه. استاذ جوزيف مخرج البرنامج. ما شاء الله تبارك الله، اهلا وسهلا بالاخ جوزيف. اهلا وسهلا شيخ، شرفتنا وانا كثير تشرفت اني شفتك. الشرف لي يا اخ جوزيف، الشرف لي. الله يجزاك خير، الله يرفع قدرك يا شيخ. عاد انت يا شيخنا الحبيب ابو عبد الرحمن، شيخ ما شاء الله عليك، يعني مبتسم وفله وكلنا يحبك بصراحه، وحنا جبناك البرنامج هذا زي ما فهمتك طبعا طول العمر، انه احنا ما نبي يعني ذاك الجو الوعظي والارشادي، ولا لا لا لا، نبي الشباب تعرف يحبونك وفله وناس وساعة صدر، يعني تلعبون كوره تشوتون بلنتيات، يعني ابشر يا اخويا تركي بالبلنتيات والكباري بعد. وبعدين يا اخويا تركي، الداعيه اذا ما حبوه الناس ما حبوا دعوته، ولا لا؟ فله شيخ، فله شيخ، والله فله فله كثير. طيب يا شيخ نروح نشوف الشباب. اتكلنا على الله. تفضل تفضل، يلا حي شرفتنا، يلا حي. بسم الله. كتر قرورة وقبة زيتون، كتر شطب كل البيت، كتر شطب كل البيت، كتر قرورة وقبة زيتون، كتر شطب كل البيت، كتر شطب كل البيت. ما تعال شيخ ابو عبد الرحمن يا شباب. السلام السلام، حبا حبا اللي جا اللي جا، يا مرحبا اللي جا، اللي جا الله يعطيكم العافية نواف. هلا. الله يسلمك يا نواف، ما قلت لي انك بتحب راسي، احسبك بتاخ. افا افا، لا ابوكم ولا ابو قناتكم. يلا يلا يلا، قوموا 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 قوموا، انا هو اللي تفوي. اوف 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 اوف، حتى انت خلابوك يا شيخ. يا اخي عادي، حنا كشباب عادي ذا الكلام. يا ابوي ذا شيخ، تعرف معنى كلمة شيخ؟ سمى شيخ. الله يجزاك خير، عاد خصوصا انك ازينهم يا نواف. ولا يا شيخ مني كنتوت كذا كنتلوب. انت شينهم. سبحان الله، دمه خفيف الشيخ، يحب ينكت مزوع مرة مزح وما في احد وضحكوا كله. حبا حبا. حبا حبا. ها كيف الاختبار؟ والله يعني صراحة ما أدري وش كتبت، حتى أنا ما ذكرتهم، مالي خلق وما أدري هلمين كيف راح يمرون. والله إنك صادقة، الله يعين. بس أنا أهم شيء عندي ياسر ونواف، ما يدخلون براي والباقي بتطقعي. ها مين ذولا؟ البرنامج. هات رصيدك. هات رصيدك، والله إنك تافهة، أحسبك متوترة بسبب الامتحان وأنتي تقصدين دسام جين. أوف ما تتابعينه، طرفين شباب مرة يحبلون. انقل أنت وياهم، والله ما بقى إلا هم أتابعهم. شوفوا يا شباب، زي ما انتوا عارفين انه بكره راح يكون اهم واخطر يوم، اللي هو يوم البرايم، وكل واحد فيكم عنده فرصه واحده بس انه ينجو من البرايم، بس مو عن طريق التصويت هالمره، لا هالمره راح يكون التصويت عن طريق تويتر. كيف؟ احنا راح ننزل صوركم في حسابنا في القناه، واكثر واحد تجي صورته رتويت هو اللي راح ينجو من البرايم ويصير له حصانه. وموفقين ويعطيكم العافية. هلا والله بتويتر، والله انتم رحتوا فيها يا عيال، الريتويت كله عندي، اوريكم كيف. كفو عامر، اتحداك. اقول بلا اتحداك بلا كفو، مكة حقنا، جدة جنبنا، الطائف فوقنا، المدينة قريب مننا، كلهم يسووا لي تغريدات وريتويتات ويزغرطوا لي كمان. تبيع بليلة انت، ركض في ديتك، انا تقعد هاي بلا زغرطة بلا كلام فاضي، الموزز كلها لعبتي، موزز ما في الا تصويت يا ابوي، خلكم على جنب بس. والله حتنقبل البرايم بيننا. يا ابوي وش سالفة البرنامج ذا؟ اليوم هاشتاقاتهم ترند. يا ابوي هذا برنامج واقع، ولا هدف منه ربحي. ايه البرنامج ذا تتابع امي، بس يا اخي اللي قهرك تصويت الكم شخص والباقي مسحوب عليهم. ايش رايك نهبل بهم؟ شلون؟ بكره عندهم برايم، واللي يجيهم اكثر تصويت ما يدخلون النمونيه، والتصويت عن طريق صور المتسابقين في تويتر. يعني تبينا نصوت للمسحوب عليهم والمتميل الحين تروح عليهم يدخلون برايم؟ بالضبط، عاد انت متابعينك فوق المليون ما شاء الله عليك. يلعن ابليسك تم. يا اختي تخيلي
اللي كلمت كل صحباتي كلهم يصوتوا لياسر، مع ذلك للحين للحين التصويت قليل. يا اختي شيكر انا بفهم شلون هذا شلون هذا ياخذ اكثر رتويت. من جد لا اله الا الله يا اختي شيكر، يقر عميان ذول ما يشوفونه بيفهم انا ما يشوفون، بنجلط بنجلط بنذبح. اي والله انت صادقه، انا ما اقول الا يا رب مثل ما نجيت يونس من بطن الحوت انك تنجي ياسر من هالبراي. امين. الواد ياسر هذا حظه ضعيف، شوف دحين التصويت باقي له ساعة بالضبط، هو أقل تصويت من بين المشتركين كله. ماشي منه فايدة، شكله داخل إبراهيم داخل. أنا لو داري ما خلت التصويت في تويتر قدام الجمهور، ولا وشلون ياسر يدخل في إبراهيم شلون؟ يا أستاذ تركي أنا شو قصدي بالموضوع عم ترفع صوتك علي، أنا شو عملت لك؟ بعدين يا أستاذ تركي هذا اقتراحك أنت، لو خليت الموضوع بس التصويت عن طريق الموبايلات كنا ربحنا مصريات أكثر وفوق هيدا كلياته كنا إحنا بكيفنا بكيفنا تحكمنا فيهم وعرفنا مين يفوز ومين ينزل ومين يطلع بالتصويت. إذن أعزائي المشاهدين وصلنا إلى آخر فقرة في البرايم، وصل معنا للنهاية ياسر من السعودية، مصطفى من مصر، راح تتم التصفية ما بينه عن طريق الأسئلة المباشرة، اللي راح يجاوب خطأ يودع. السؤال الأول لياسر، السؤال يقول من أول من أسلم من الرجال؟ عثمان بن عفان. خطأ. ننقل السؤال للمصطفى. لا لا ياسر لا لا خليش خليش. خطأ، إجابة خاطئة. انتقل السؤال إلى مصطفى. مصطفى من أول من أسلم من الرجال؟ أبو بكر الصديق. صح عليه. للأسف يا ياسر راح تودعنا وتغادر القرية. لا لا, لا. ليش؟ والله اللي أدبناهم صح، خلهم الاثنين الحين. إن شاء الله ألف مليون مبروك شيخ أبو مشعل على نجاح البرنامج. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك ويعطيك ألف عافية. أنا بصراحة كنت متوقع هذا النجاح الباهر. شيخ أبو مشعل عندي إلك فكرة برنامج جديدة راح تفوت لك ذهب وأضعاف أضعاف المصاري اللي فاتت، لا وشرط حسب العادات والتقاليد السعودية. الله أموت أنا في التقاليد والعادات السعودية، اديني اي مربط انه عمار مهبول انت، بدا البرنامج حطه بدا البرنامج. اما عاد هب البراد وزانات النفسيه
والجو روعة والمشاعر حية. يا هي ولد ولد يا هي أها يا مجدد الأشعار أبيات يا مغني. ما تشوف البنات اللي هناك؟ وينه؟ شوفوا من هناك. أوف. أوف. أنا ضبطهم معناته. هلا والله. أسكت خلك ثقل أنت أنا ضبطهم لك تخلى مستون شوي. أوكي. شغل واحدة خاقة علي منهم. كفو كفو. خلي خلي. دقيقة خلنا نعطي نظرة. خلاص خلاص كفي ارجع وخليك موزع الابتسامات ابتسامات كثرة. شوفي شوفي بس لو يوخر المعصق شوي أبي ناظر العضلات اللي وراه شوفي كيف المعضل. ما قلت لك يا ذيبان استووا. هلا والله. ابى اكتب الرقم وانقز عطهم اياه. ابشر بعزك عطني اياه بس اتحداس بسرعه. خلاص 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 ما لها الا رجال. هلا والله. فيك انت؟ على وين يا الطيب؟ الدخل استهبل يا الحبيب. طب النسيم اقول روح روح هناك العب على قدك يا ورع. طب لا تمد يدك ها؟ ترك مد جدك وصفك تفهم ولا ما تفهم؟ سوي لي أمر ومد. آسفين يا الحبيب الشفا لو سمحت. وأنا اللي أتله مع رقبته وأقول له اسمع يا ورع لا نسيك حليب أمك تفهم ولا ما تفهم؟ كفو كفو. وهو اللي يغلط غلطة حياته ويمد يده يا عيال وقال اوه زي كذا. والمهم واجي اللي امسكه وابطحه في الارض وادعس عليه وادعس عليه عامر ليه ما طار. عامر تكفى يا عامر الحقني. وش بك يا ورع؟ في يوم جماعه دبجوني. دبجوك؟ وانا اللي دبجك يا اخي. يا عامر اخو العيال هذاك انا اللي وريك. وينه وينه؟ عيله عيله ورع النخله هذا. يا ابو الشباب يا ابو الشباب. يا اخوي في شيء؟ الحين كم مره قايل لك يا كفته لا عاد تغلط على ضيوف الحاره ها؟ ما تفهم انت؟ ياهو عيب عليك تغلط على الرجال ورع انت؟ يلا توكل على الله يلا ياهو يلا انت وياه يلا فو عليكم سملك. معليش يا الحبيب اسفين. ايش دعوه؟ تعرف ذولي وراعين ما يقدرون المرجله. فرصة سعيدة. وزي ما قلت لك أبو شوكش حوشت لي قرشين من هنا ومن هنا فكرت لي في مشروع صغير فتحت هذا المستوصف. ما شاء الله تبارك الله ألف ألف مبروك. الله يبارك فيك. وشوف عشان الصعوبية اللي بيننا خليت التحاليل حقتك أنت والأهل مجانا. ربنا يكرمك يا أبو فتحي. يا الله يا شوكوش يا ام شوكوش لؤي شادي حسنة أمينة لا تنسوا خدامة. اليوم حنروح المستوصف أبو فتحي التحاليل بلاش. أقولك ما سمعت أنا مهاوش تعامر. لا ما سمعت. شاف ذاك المعضل وخاف منه وسلم عليه طلع خرطي ما عنده ما عند جدتي. أقول يوم تشاف المعطل أحكي لي قام يركض قال كذا. إيه وكان مسلم عليه سلم عليه يعني ما سوى له شيء. ما سوى له شيء أبد أبد. عجيب يا عامر. إيه هاي الحل عندي. أنت عارف إنه تركي ولا بس ماشي معي كذا؟ إيه عارف إنك تركي. امشي امشي امشي. عندك كم سنة؟ أنا؟ هو في حد غيرنا هنا؟ معلش معلش يا دكتور عمري 22. يا عم أنت بتاكل إيه؟ ارحم نفسك. طمني يا دكتور إيش عندي؟ أنت تعشيت إمبارح؟ نواشف. كذاب. طب اتغديت إمبارح؟ فواكه وخضروات. برضه كذاب و60 كذاب. مو مشكلة كذاب يا دكتور بس طمني ريحني إيش عندي؟ نسبة الكوليسترول عندك عالية جدا وده نتيجة للأكل الغير صحي اللي أنت بتاكله. طب هذا الكوليسترول إيش يأثر ولا إيش يسوي؟ بيأثر على نبضات القلب والدهون والشرايين. يا ساتر
مطلوب منك تلتزم بالأكل الصحي، تبعد عن الدهون والمشروبات الغازية والمقليات، وأهم حاجة تلتزم بالرياضة. أبشر على خشمي يا دكتور. فأقول لك يوم وقف المعضل قدام عامر اختفى، أقسم بالله طلع كنا علبة موية ونص على شكل، استغفر الله يا رب. يلبيه. شو؟ أقصد يربيه. إيه بعدين وصار؟ إيه أقول لك، هو جلاده جلد خلاه يعض الأرض، طقه طق يوم بسنة. أشو أنك ما فزعت وياه ولا كان جلدك أنت بعد؟ والله ما يخسر له، الله العظيم يجلدني قال. طب الصراحة يا سوري، أنت يا بيبي مو ناقصك ولا شيء، وسيم وعسل، بس لو تعضل شوي وتعرض جسمك أكثر من كذا واو، تهبل تهبل تجنن تخقق. ايه اوكي، فكر في الموضوع. شبه شبه اتحداك. وي وي اي الله. اصدقائي شباب الاستراحة، اقدم لكم اعز اصدقائي الروح في الروح، سيمو. السلام عليكم. سلام سلم سلم زي الناس. سلم هلا والله بالوحش. شخبارك؟ الصحة تمام؟ اقدم لك اقوى واحد في الحارة، عامر. شو هلا والله عامر يا نورت. اخبارك؟ نورت الاستراحة. نورت الاستراحة الحمد لله. تهين سلام عليكم. اقدم لك عبسي حقا. سلام عليكم. هلا بالوحش. اخبارك؟ كيف الصحة؟ حياك حياك. تفضل تفضل. يلا حيه. سريح. يلا حيه. يلا حيه. حييه وبقيه حبيبي تروك. لح في شيء يا طيب؟ لا ما في شيء ما في شيء، بس بسألك سؤال صغير يعني. الشيء هذا كله حقك؟ شوف ذا وش وضع رد عليه؟ ابشر ابشر. لا متقاطين انا وياه في العضلة. ايش فيك انت؟ ما جربت وعصر وجهك فيها؟ حبيبي هذا سيمو من ان ولد وهو ياكل حديد وهو يلعب حديد، تمارين رياضة تمارين. ايش فيك انت؟ الو. هلا والله بالحب. يلا حيا. ايش اخبار؟ تمام؟ ايه عند شوية تسملك فيها. ايش اخبارك انت؟ وانا بعد الله شلنا عنك والله من الدباشة بهالعقل. شويات بطلة شويات. قال وين اذنك يا جحا؟ اوكي. قال هنا. ما يمسك زي الرجاجين كذا. يلا باي باي. ليشوفك ليشوفك يا اخي. وش عرفكم بالحديد؟ وش عرفكم بال حبيبي؟ هذا التراي وهذا الباي. العضلة عريضة ما يقدر يرد من يعني، لازم يداور من بعيد. هو كذا ما يقدر. صراحة خويك ذا حاجة ما حصلتش. الواحد بسم الله. ريلاكس ولد. شوي ريلاكس شوي. وحده لم العضلات اللي طاحت. جب تعال يا جماعه. يا جماعه لا احد يجيب رقم واحد ولا اي شيء. كيف تشرب علي انت دايم كذا يا اخوي؟ خلاص انت قفلت المية. هزت قعد قيت مين هو كذا يشتغل يا جماعه الحين؟ كنت بقول وش كنت بقول؟ عذبني ترايه. المهم الحين لو ابي اصير زي سيمو ابي اقعد 10 سنوات والله مشوار. هذا شو يقول فيك؟ سنوات انت بالذات، انت بالذات يبي لك شهرين بس زين وتنفل عضلاتك. شهرين عشان من بكره مسجل في النادي وانا كمان بسجل معاك. طيب انا انت بد شل الزمزميه كل يوم 10 مرات ويطلع لك زي ذا. ياهو ما اتحداك يا شيخ. هلا والله بالنادي البطل. حياك الله. على كم التعضيل عندك؟ نعم. شو على كم التعضيل؟ ما تعضيل، خلي التعضيل لهلا. هاي الى هاي انت فيلم الكرتون جايبينهم معانا ذولي. حبيبي تعال شوي. سم في اشتراك المجاني اللي قلتولنا عليه. نعم. هذول اربع من اخوياي. حلو. وانا الخامس زين مجاني. ابشر ابشر. بس سجل اسامي اخوياك. ايوه. وسدوا الرسوم واعطيك الاشتراك المجاني. حياكم الله يا شباب.
هلا بالعيال، هلا والله. نديل. لو سمحت، لو سمحت، ممنوع تفرم ثوب. أقول ثوب بدلة، أهم شيء عضل، ها أصير مثلك كذا. بس هذه قوانين وأنظمة، رح غير وتعال. طيب وكذا؟ أقول لك البس لبس رياضي. دقيقة قبل لا دقيقة دقيقة يا أبوي، وبعلشانك معضل ثايط أعضل وجيك ورع. والله سبك سبك. خف علينا يا جون سينا. يو كان سيبي ولا نسيم حميد مسوي لنا ايش عندك يا أخي؟ أنت غبي ولا تستغبي؟ أنا أصور الحين في نفس المكان هذا، وبعد شهرين أرجع نفس المكان هذا وأصور وأنا معضل، عرفت؟ عشان أنزل لك قبل وبعد في الإنستغرام، عرفت؟ أخقق الموزز وكذا. ما معك لا قبل ولا بعد، المهم عجل وخلص اللي تسويه، لأنك من يوم ما جيت هذه القاعة طالع تتصور بس. يلا آخر صورة بالله. يا ستدي ستدي دان ستدي مها. هلا يما. محمد كلمتني تقول تبي تخطبك لولدها محمد، وش رايك؟ والله يما يعني ما اقدر اقول لك لا اي ولا لا، ما اعرف عنه شيء. بس يما اذا كان مثل هذا طبعا راح اوافق. السلام عليكم. وعليكم السلام. يما وين بدلة الرياضة حقتي؟ وش بدلة رياضة؟ بدلة الرياضة حقتي وينها؟ من متى أصلاً أنت تلبس بدل رياضة؟ هذيك يما. لا تضحكين لا تضحكين، هذيك البدلة أصفر وأخضر، عرفتيها القديمة. ويه الله المستعان، تصدق عاد صار لها كذا سنة مرمية على الدولاب. روح جيبها. روح لا تنفخين. جانا القطار بدروبه ولا تقاطع ولا اشارات. اتحداك يا الحديد اتحداك. لا حول. ها الحين رسمي رياضه. الحين تقدر تتمرن وتلعب. والله طيب وش رايك؟ بس انا ابغى قسم التعضيل على اساس عندي هنا قش. اول سخن بعدين فكر تعضل. بالله داو عندكم تسخين هنا؟ تسخين تبدا تسخن بعدين تعضل شو شوي. شلون اسوي هذه؟ طيب حط يدك هنا وعين امك. شفتيني وانا شايل حديد اليوم؟ ارسلت لك اياها في الخاص على السناب. طيب شيكي على السناب، ارسل لك اياها الحين. خلاص والله خقق يمين بالله. يلا انتبه لنفسك. باي. ما قلت ماخذ راحتك وتشاكي علي؟ زار عندك. معليش انا اخوك، شزعلك انت؟ منين مزعلك؟ علمني. طقطق علي انت. ها؟ اسفين. واحد. هي كفته كفته. ايش فيك انت؟ نزل. وين 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 هي؟ وش الاشياء اللي انت شايلها وراك انت يا اخي؟ مو دخلك فيني يا اخي، خلينا احنا نتمرن يا اخي. هد 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 تنقز لك عضله ولا شيء. هد هد يا ابوي، هد يا ابوي يا ابوي يا ابوي. انا اساسا خايف عليك يا كفته، والله خايف عليك يا ابن حلال، لا يطق فيك عرق ولا يشد فيك عضله ولا شيء. اقول لك انا ابغى اعضل، يعني اعضل. انت شات عضل حبيبي انت. ولا ما تستخدم روتينات؟ ايش؟ برنت يا عمي. ايش البرنت؟ ما قدك طلع جواز سفر انا يا ابن الحلال. شوف شوف شفت الناس اللي وراك ذولي؟ بيانا. شوف شوف ياهو. ايوه هذولي هم حق البروتينات، اللي ياكلون بروتينات. البروتينات هذه علاجات طبيه تفك العضلات. طيب من فين اجيبها؟ في ام بطحه؟ لا يا حبيبي، ايش اللي ام بطحه؟ مسافر ام بطحه انت وجهك. اسمع، هذه البروتينات هذه انا ادبرها لك بسعر مخفض. هلا والله مرحبا، حياكم الله. هذه والله ساعة مبارك. الله يبارك فيك. احنا الحقيقه جيناكم ونتشرف بالقرب منكم يا ابو عامر، وعز الله ان ابرك الساعات. الله يحييكم ويبارك فيكم. اقول الاخ مهند ايش يشتغل؟ والله انا عمي دكتور في الجامعه. دكتور في الجامعه، ما شاء الله تبارك الله، لا اله الا الله. الله يوفقنا وياكم ومن يسمع. امين. اجل بروح اجيب القهوه.
يبا يبا تعال. بسم الله الرحمن الرحيم. خير وش فيك؟ يبا ما بي. ها انت ما بقول انت شفتها تقول ما تبي الدكتور. لو هو وزير ما خذيته. يما هذا واحد معصقل. يبا انا واحد معضل. طلعت بنت هذه ما هي بصاحيه. هبول انا بلد خلاص سقط. ابي واحد معضل. معصقل. دراهمك جاهزه ولا لا؟ اقول لك هي شو تخليني اعضل ولا اقدر حد يضربني ثاني؟ ولا حد راح يقدر يهوب لك. يدورون عليك من 3 كيلو يخافون منك. طيب ما حد يقدر يعضل مثلي؟ يا ابن الحلال ما في الا انت. هذه مصنوعه لك انت لحالك، يعني اللي ياكلها غيرك يطلع يشبهك، بس انت لا تخلي حد ياكلها. طيب كيف احطه؟ جيب فلوس. طيب كيف احطه مع العصيده؟ يا حبيبي مع العصيده مع اي شيء تبيه اللي تبيه. فكنا بس اسمع. لا احد يدري انه انا اللي جبتها لك، زين؟ تقول تركي تدبرها لي، زين؟ ولا همك. يلا اياهم توكل وعينك. يا عيال ايش رايكم الحين نروح نطق 2 شاورما شطه كاتشب مايونيز؟ لا لا يا ابوي وين؟ خارج من النادي شاورما؟ شاورما كلها دهون ما يجي ابدا. يا عيال اخص علينا انا جوعان وش بناكل؟ اجل وش ناكل؟ هذا هو عشان الدايت حقنا، ما في دهون، ما في زيت، ما في غازيات، ما في اي شيء كذا مفيد للبطن كمان. اتحداك يا العش الكذبي. هلا والله بيبي، هلا بك حبيبتي، شو اخبارك؟ ما شفتي السناب اللي ارسلت لك اياها امس؟ ايه بس بصراحه ما تغير شيء. ما تغير شيء؟ ما شفت التراي كيف مشدود؟ والله لا مشدود ولا شيء صراحة. أنا توقعتك تعضل زي ما أنا تخيلت، بس والله أنت مرة حطمتني. أنت لو من جد تحبني وتغليني راح تعضل، وأنا بعطيك فرصة شهر وأشوف أنت تحبني ولا لا. هذه حبوب مع المويه يشربونها مو بياكلونها. تخرج 3 ساعات. اتحداك. والله السبك انت ومجمعكم. يلا مشينا. صرصور يا ورع نسوي فيها كيوت. امسكه بيدك. يلا امسكه. يلا دل عمي عامر. دل عمي عامر. طب قل كوكو. كوكو هذه اخرتها. صرصور يا رخوم. اتحداك شيخ. ما شاء الله يا شكش منضبط، تتمرن صح ومادي التمارين، بس يا ليت اخوياك مثلك. والله اخوياي ما هم وجه رياضه ولا وجه نادي، كانوا يفكروا بايش؟ انه بس يعضل. في الاخير لا استفاد انه عضل ولا فهم اي حاجه من هالجيل. انا مشكلتي كل يومين اغير التيشيرت، تضيق علي. واو ما شاء الله عليك. وش عندك يا وري انت؟ جايب لك هديه. اركض بيتك اتحداك.
إيه اخس عليك يا رخمة. أهلين حبيبي. هلا والله. سوري وحشتني حال حال حال. والله ما يوحشك غالي. يا لبه وش ذا المزة؟ أتحداك المزة. وشو؟ لا لا قاعد أشوف فيلم جي آي جين، في وحدة مزة عليها ستايل حريقة. لا والله. أوف أوف أوف. يلا وينك؟ تأخرت. يلا ترى قاعد أنتظر من اليوم أنا. هذا انتي؟ يلا. سويتيها يا مجنونة؟ لعيونك حبيبي يا سوري سويتها. يا لبه. يما يما. ها وش تبين؟ بس بغيت أقول لك إني موافقة على العريس المعصقل اللي تقدم لي. احنا شباب البوم. ياه شباب البوم يا بوم بي ان بي. بوم يعني طاقة، عايشين حياتنا ما بين الأخوة والصداقة، بس كثر القلق والهم خرج شباب البوم. بوم 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 شباب البوم يا بكى والبصمة دايما مرسومة على هالشفاه، نرمي كل حاجة ضدنا ورا ظهرنا وننساه. شباب البوم دايما للطاقة هم عنوان، للخير ووطن والفخر والعزة هم فرسان. احنا الشباب المتفائل بدون قياس، وصف حدد تسلم من الأساس، خلف الأجمل وضع أجمل حسب خيالي حسب خيالي. احنا الشباب المتفائل بدون قياس، وصف حدد تسلم من الأساس، خلف الأجمل وضع أجمل حسب خيالي حسب خيالي. بوم 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 شباب البوم يا الخير والوطن والفخر والعزة هم فرسان. نطرق بيبان المستقبل إلى السحاب، نسبح عكس الريح وننجح ولا نهال، ليل الصعبة تصبح سهلة والمر حالي والمر حالي. نطرق بيبان المستقبل إلى السحاب، نسبح عكس الريح وننجح ولا نهال، ليل الصعبة تصبح سهلة والمر حالي والمر حالي. أركض هديتي. احنا شباب البوم. شباب البوم يا بوم بي ان بي. بوم يعني طاقة، عايشين حياتنا ما بين الأخوة والصداقة. ايش؟ ايوه كده. ايوه كده. ايوه كده. بس. انت بس وانت صايم يا كنت كنت. ايه ده؟ حلو كده؟ حلو كده؟ لا يا حبيبي اتركه بس. طب قل كوكو. قل كوكو. أتحداك يا شيخ. كمل بياكلوا. لا قل عمي 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 عمي. طيب وين جهاز التعظيم؟ تبي قسم التعظيم يا رحمك؟ الحين نبدأ تسخن حبة حبة تمشي بس. طب جوالك ليه ما حطيته على الصالة؟ الحين أحطه على الصالة. لا تعال هناك. المرة هذه راح أكتفي بالتعهد، المرة الجاية راح أسود يومك، فاهم ولا لا؟ ياهو.
شباب البومب يا ركبوا القسمة اللي مرسومة على الشباب. أنت يا أستاذة نجمك سطع في السماء، أنت رقيت هو سطع نجمك فوق الثريا. أقول أنت لا تقعد تهايط ها؟ ترى ما نبشيخ قبيلة أنا ولا عندي دراهم من واجد عشان تقعد تسلك لي. كان هو ده الفرد اللي لف على المسلسل كله. أم عاد من جدك أتحداك يا المخيم البطل. خلاص أوكي ما تلو أرسل الموقع بعدين أقول له هناك في السيارة. عيد ونصف عند أقرب محطة ونبيع بأقل من المحطة بعشر هالات، يعني يطلع لنا في اللتر الواحد مكسب 20 لتر. 20 هللة يا أستاذ. احنا داخلين منافسة مهمة مرة، نبي وقفتكم معنا كفريق داعم، منا بطالعين بإذن الله للمركز الأول. اهدى اهدى من كذا اهدى. يلا بنت بقى جملت الحين قلت لك لا تسال مالي ذلك دار عندك انا. معليش انا اخوك ايش زعلك انت اخوك معليش انا اخوك عادي يلا يلا نسيت الجزار اقول خلاص قم بس قم وخلاص. والله انك ما تدري وين الله قاطك حاطك كلها لو قاطك ولا حاطك. احلى ساندويتش صامولي لعيونكم. صامولي يا شادي صامولي مفروض صامولي جبن ما بس خلاص من بلاك صح اي والله ويا كثر هالايام حنتوش بنتوش وانت جاري يعني وانت ماشي وانت جاري يعني وانت ماشي وانت جاري يعني وانت ماشي يلا 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 مع السلامه يما مع السلامه. مين ده مين ده مين ده طيب يعني واحد يشله شيء صمت يا حبيبي صمت يا عيني امنا امنا انبسط صديقة جوالي انت ايش عندك هنا قاعد يا اخي بشتري فيلم انا تشتري فيلم ونزرف جوالك ورع حسبي الله على هذا وش هذا الشباب الصيني لا يبغى لا متاحف ولا جنادريه ولا عادريه ولا درعيه دقيقه بس تبكي هذا شوي كمل كمل عاد خبرنا محل فله طيب يلا انا اشكرك والله ليتك كملت والله تبقى يا اخوي والله العظيم النغمه النغمه تغيرت عندنا نغمه ثانيه هلا والله هذا الشيخ اللي تبرع ب50,000 ريال أتحداك يا كبير أبشرك في السناب كف يا الله وجهك ما نستطيع خلع عليك وراك يجب راحوا مع الشيخ حلو في الأنس راحوا مع الشيخ راحوا مع الشيخ خلف الأجمل وطن أجمل حسب خيالي حسب خيالي أن الشباب
والدك هم والدك فك المشرك الله توك والله توك توك ما بيك ما اعرفك انا هم والدك والله ما اعرفك والله ما اعرفك انا يرحم والدك فك انا اي سليمان وين رحت انت ورع وين رحت وراكم مخلين الولد خلاص صح في البداية بس خلاص اسكت اوكي يا حمودي لما اقول لما اكلمك خلاص اسكت والله العظيم نشك ايش وراه بلا يا عيال ايش سالفته يا اخي تصرفاته تلحس المخ ترى وين بيروح يعني مصيرنا نجيب العلم ياهو لا اوفا هذا ميت عند احد لا لا اسفين يا الحبيب الشفا طب العزيزية وأتمنى لكم التوفيق وأتمنى لهذا البرنامج الناجح اللي هو صوتك يناديني الله يا العزيزي هات رصيدك عفوا يلا معليش آسف أنا لو داري ما خلت التصويت في تويتر قدام الجمهور رعيد من الأول يا أساس رعيد من الأول يا أساس رعيد من الأول يا أساس يلا سلام يا أسكر بومبي يعني طاقة عايشين حياتنا ما بين الأخوة والصداقة بس كثر البلد والهم الله يا عيال ما تقدر تمسك نفسي صيدة 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 هذا حسين بارك الله فيك وذا عبد الله كثر الله خيركم هذا ما وراه قروش أبدا شباب البومب يا اوكي لاني لو قمت تخرب السكين معلش مطارق بس لا حلو يا اوكي حلو اركب هديتي عشان تعرفون ان احنا نعاني ونتعب ونقعد نحضر في المشهد ها كلهم يشالون هذه سكين ما ارتاح ولا تنشف دمعت عيني الا لما اشوف ولدهم دم سايح في الارض سمعت دم سايح في الارض وقتها ارتاح مستحي لا حول ولا قوه الا بالله يوم سالم يوم سالم افهمينا لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم طيب قول مسجد قول مسجد قول مسجد لا باقي باقي انت لا حول ولا قوة إلا بالله عاد تصدق رحت للمغسل انا قالوا فل قوي مره قالوا يلا فل قوي فل قوي انا رحت المغسل قالوا لي بعد 3 ايام ومستعجل بعد بس حلوه حلوه ولا هي فل قوي يلا شباب يلا يلا أكشن عاد صدق حتى أنا رحت للمغسلة قالوا لي فل قوي بعد 3 أيام تخلص ملابسي لا ومستعجل أنا نفسك رحت للمغسلة قالوا لي مرسي قوي ما في إلا بعد 3 أيام والله حلو يا حبيبي أنا كينج الهجولة وش تبي خالد ذا أكسر لك راسه هنا وأطلق شنب أكسر له راسه
فحطنا فوق 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 معليش مره ثانيه اسف اللي يعض ترى يعض هذا والله معليش اسفين استاذ يلا يلا حلو حلو يا ابو عامر جبتكم معينه انا وربعي معينه معينه ما ادري معينه وش يلا يلا اوكي السلام عليكم السلام يا ابو عرب أنا أبو عرب ترى هذا مكياج الأرانب لها مكياج يعني ما ضربنا ولا شيء ها أركض ذيب معه معنا مع أنت لا والله بس الداد هو أحول هو أحول اما صرت عامر اللي انا ربيته وعلمته فلاني ابوك وين ولدي فاهم اتو عليك وعلى وجهك الخير والوطن والفخر والعزاهم فزان فاهم الكلام يا حيوان لا اضرب صح الكاميرا باينة اضرب هنا صح يا حيوان لا اضرب هنا عمي لازالت هي عادي ترى ضيقة يعني تقدر تقرب ولا هي كرب أنا جايبة زايد الصالح وبلقيس ومن هذولي؟ أنت أشكالك ما يعرفوهم أصلا وبعدين بابا متكفل في الفرح كله وشوف في إسة كبيرة ولا؟ أيوة 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 سكت كتير يلا يلا بعبي بس خفت أتكلم أما ما تعرفين عزازي ولا أبغى أعرفه من جدس ما تعرفين عزازي؟ ما أعرفه حداصة يا عزازي ما تعرفينه؟ ما أبغى أعرفه المهم أنا جايبة بلقيس وزايد الصالح ومن هذولي؟ والله 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 يقربون لتامر حسني؟ تفضل هيا أحب أفضلك هنا فوق راسي يا عمي فوق راسي حتى أنا أفضلك تفضل تفضل أفضلك سلطة مطحون يلا تعالي بدر خذ سينا وين راح ذي وش ذا لا يكون حامل بس في 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 قفشة نشب فيها تبين هذه القفشة هذه قفشة تفضلي انت امر يا عمو في دقوس قفشة وين وين قفشة انا احس بس ما قفشة شباب البوم يا الله اكبر شباب البوم دايما تلقاهم عنوان للخير والوطن والفخر والعزاهم انسان الشباب المتفائل بدون نيه وخف عدد تنزل من الاسام خف الاجمل وضع اجمل حسب خيالي حسب خيالي احنا الشباب المتفائل بدون نيه وخف عدد تنزل ايوه تمام يا ميت اهلا وسهلا شرفتينا انت ما بدك تتصل على المحل بيجيب لك اي مكان الحين بسالك سؤال اللي سويته هذا من جد ولا تستاهل انا بعرفك شو اللي عندك معك اخي يعني من جد اي عن جد ايه ما في كاميرا خفيه ما في شيء لا ما في شيء هذا الحمام أغلى مني ومنك ومن أبويا ومن أمي ومن أمك وأمك حقيت أنا طيب أوكي بس أنت شكلك يضحك يعني بس عادي راح يكون معنا في المسرح نجمة نجم الشيلات المعروف حامل نجمة مين نجمة مين يا طارق؟ انت شايف ابن بهالشنب قاعدين فيه نجمة
شوف شاف شكلي وجه نجمة. خلصوا بناتنا، خلصوا بنات جماعتنا، خلصوا بنات ديرتنا. اسمع عاد العرس هذا لا يمكن علمني شان عرفتها. واحد شباب البومب يا ضابط، ضابط ايقاع ولا ضابط؟ تفضلوا يا حضرة الضابط. إنه إنه كفتة ليخفت بالكفتاوى. آه لا 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 وين الإيجار؟ بجلوا يومين. رجل يا رجل مخرج العدل خلنا نريح طالعنا نعد يلا يلا انا استعجلت ربي ما وفقك اي اي يلا يلا خذ العمره هو حلو انا احب اشكر بلدك 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 شباب البوم دايما للطاقة هم عنوان للخير والوطن والفخر والعزة هم فرسان للخير والوطن والفخر والعزة هم فرسان حنا شباب المتفائل بدون قياس وصف حاجة تتسلى من الأساس خلف الأجمل وضع أجمل حسب خيالي حسب خيالي حنا شباب المتفائل بدون قياس وصف حاجة تتسلى من الأساس خلف الأجمل وضع أجمل حسب خيالي حسب خيالي شباب البومب يا الخير والوطن والفخر والعزة هم فرسان نضرب بيبان المستقبل إلى السحاب نسبح عكس الريح وننجح ولا نهال غير الصعبة تصبح سهلة وتمر حالي وتمر حالي نضرب بيبان المستقبل إلى السحاب نسبح عكس الريح وننجح ولا نهال غير الصعبة تصبح سهلة وتمر حالي وتمر حالي أركب بديتي شباب المتفائل بدون قياس وصف حاجة